يره أحد. هون يعني بحسب الإنسان إنه ما فيش حدا شايفه، أيحسب أن لم يره؟ طب هو المقصود هون أيحسب أن لم يره أحد مقصود إنه فقط بيشوفه ولا بيشوفه بحسبه؟ هون شو ظنكم؟ هو بس بيشوفه؟ طب لو أنا عارف إنه الله شايفني بس بحسبنيش، شايفني بس بحسبنيش، بسأل يعني؟ بسأل حتى لو شايفني، ما هو شايفني وبحسبنيش. اللي هي لحظة، أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني هو بظن إنه ما أحد شايفه. شو يعني شايفه؟ يعني بده يحاسبه، مش مجرد شايفه. لو كان مجرد شايفه ما بتعنيش إيش شايفني. يعني زي في بعض الأمم الغربية الشرقية في عندهم عقيدة إنه الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وترك، يعني خلاهم على خاطرهم وملوش. بقول لك في خالق بس بتدخلش، في خالق بس بتدخلش. الأديان السماوية بتقول في خالق بتدخل. إيش يعني؟ إيش خلق وما بتدخلش؟ يعني هذه رفع من شأن الخالق، يعني إنه خلق وما بدوش، يعني زي ما بنقول يعني بدوش يحط عقله بعقلنا، يعني إنه ما بتدخلش، يعني خلقوا أهمل. فلسفات شرقية خلقوا أهمل خلاص. إذن هون معناته يرى، أيحسب أن لم يره أحد، معناته الكلام مش إنه هو بيراه فقط، بده يحسبه. ولذلك لاحظوا الآن شو قال، لاحظوا في البداية كان في كلام عن بلد، رسالة، لحظة، والد وما والد، إنسان وراية بتتسلم من جيل لجيل في بناء الحضارات، وكدح. الآن صرنا نتكلم، لحظة الآن صرنا نتكلم عن جانب مناقض للكدح، لأنه ممكن بشكل فيه إتلاف وإهلاك، يعني بمعنى آخر مناقض لقيام حضارة حقيقية. هون في ناس بيهدموا حضارات، بإيش؟ بأنهم مش عارفين قانون الكدح هذا وأنه له حقوق، وبالتالي مش متصورين أنه كيف يتم البناء، وأنه الإهدار هذا المهدر أخ للشيطان. طيب لاحظوا، أيحسب أن لم يره أحد؟ هي صار في عندنا موضوع المسؤولية. وانت الواحد على فكرة بيشعر بالمسؤولية لما بيشعر في الرقابة. أني رقابة اللي بتحاسب؟ لقيت مثلا في المؤسسات المختلفة أكثر ما بيجعل، إذا الناس مش من داخلها عم تتحرك وبتشتغل، شو اللي بيعطيها وازع؟ إنهم شاعرين إنه في رقابة وبتسأل. يا أبو محمد، في رقابة وبتسأل، وقتها بيضبط الإشي. بس هو مش راح يعجبهم، اللي بتراقبهم مش راح يعجبهم الوضع. ليش؟ بدهم إياها فوضى. والأصل يكون في عندك أنت من داخلك قناعة بالعمل بشكل، وحتى هذا اللي عنده قناعة مش كل الناس بتجدهم ملتزمين، فلا بد من الرقابة. ولذلك الإنسان لما بحس إنه مراقب ومسؤول بصير التزامه إيش، خصوصا أمام الخالق، لأنه الناس تقدرش تراقبك في كل محل. الناس ما بتقدر تراقبك في كل محل، الناس ما بتراقب نواياك، مش هيك؟ وكثير شغلات البشر عاجزين عن مراقبتك فيها. ماشي؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ هون نوقف شوي عند هاي. هذه ألم نجعل له عينين إلها علاقة بيرى بدون مسؤولية، براك بس بيراك. ألم نجعل له عينين؟ سؤال، أنتوا بتبصروا ولا بتبصروش؟ نبصر. لاحظوا، هذا من أقوى الأدلة
على وجود المبصر إنك أنت مبصر. كيف؟ أنت أقوى الأدلة على وجود المبصر إنك أنت مبصر، مش أنا خلقك مبصر، مش أنت خلقت مبصر، كان لازم تعرف إنه في مبصر لأنك أنت مبصر. تتصوب علي؟ مش أنت مبصر؟ إذن في مبصر. أنت بعتوا هالدليل مع أقوى؟ قديش هو بدهي؟ قديش هو بدهي؟ ألم نجعل له عينين؟ بتقول بلا 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 بشوف فين وبصر. طيب إذن معناته إيش؟ معناته اللي خالق هذا مبصر ولا مش مبصر؟ من هذا من البدهيات. أنت بعتوا كيف أقام الحجة عليه؟ إنه في أو وضح له تماماً إنه في من يبصرك. أنت مخلوق لك عينين تبصر، مخلوق لعينين تبصر، انتهى. ولذلك اللي كان يدهشني زمان في الماديين كان قالوا الحياة مادة، يفهموها الحياة مادة، نقولهم عجيب. طب ما في روح، في روح ولا ما فيش يا جماعة؟ في روح. طب ليش بس الحياة مادة؟ بتسألهم طب كيف يعني الحياة مادة؟ بقول لك مش شايفين إلا مادة. كيف يا كذابين مش شايفين إلا مادة؟ ما في روح، في روح ولا ما فيش؟ ليش كانوا متمسكين بأنه الموجود مادة؟ أيام الشيوعية لما كان يجي يقول لك الحياة مادة وكل شيء مادة، عجيب كيف كل شيء مادة؟ شو اللي بيخليك تقول كل شيء مادة؟ بقول لك لأنه مش شايف أنا إلا وجود مادي. هو مش شايف إلا وجود مادي؟ طب ولا أنت إيش؟ أنت وجود مادي مش شايف فيك روح؟ يعني أنت مش حاسس الروح فيك؟ ولذلك حاولوا يفسروا الروح تفسير مادي، ما طلعش معهم. حاولوا يفسروا الروح، لفوا دورة وقيموا حط مشان يفسروا الروح تفسير مادي، ما ضبط معهم. وهذا من مكابرة الإنسان. قال الحياة مادة، طب ما في روح، ما هي الروح؟ هذا شو هو؟ هذا شو هو؟ وإن كان لحد الآن الإنسان يعجز عن فهم الروح، بس فيه يعني متأكد من وجودها بس ما نعرف فيه. والعلم على فكرة حاول يعرف إيش روح، إيش الإدراك، ما في مجال لحد الآن. على فكرة العلم متواضع أمام هذه المسألة. العلم يبدو في الجانب المادي المحسوس، بقيسه بقذا وتفاصيل وبيجرب بضبط. هذا الإشي السر لحد الآن، هو السر. إيش الإدراك؟ ما حد يدري في إدراك ولا ما فيش. الله خلقك مدرك، خلاص إذن في قوة مدركة. الله خلقك مبصر، إذن في قوة مبصرة. أنت بتسمع، إذن في سمع، في سميع. تبصر، في بصير. تدرك، في مدرك. انتبهنا كيف؟ إذن هاي الوجود، هاي موجود. ألم نجعل له عينين؟ خلاص أقام عليه الحجة وأقنعه. أنت مش بتبصر؟ خلاص تسمع، معناته في سميع. انتبهنا كيف؟ لأنك تسمع، معناته بتسمع. ألم نجعل له عينين؟ هذا في الشق الأول اللي هو قديش بعد معنا؟ هذا في الشق الأول المتعلق بإيش؟ في الشق الأول المتعلق بأنه يرى. طب هو ويسأله لحظه، ألم نجعل له عينين؟ آية لحالها. آية ثانية، ولسانا وشفتين. أيوة هون قضية ضخمة هاي. وهديناه النجدين. هذول ثلاث اللي بيحسب انه فيش مسؤوليه، هذا اللي بيقول يحسب ان لم يره احد، لانه شو معنى الرؤيه؟ شايفك ومحاسبك. فلذلك في شايفك شو قال له؟ ألم نجعل له عينين. في موضوع المحاسبه شو قال له؟ ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. شو هم النجدين؟ يكاد العلماء يطبقوا على أنه النجدين هم طريق الخير وطريق الشر، وهذا يبدو غير صحيح. ليش؟ هذا يبدو غير صحيح. مش صحيح أنه النجدين طريق الخير والشر، لأنه عندما نعلم أن النجد هو المكان المرتفع، كيف يعني بده يكون الشر مرتفع؟ الشر أغوار مش نجود، الشر أغوار مش نجود. إذن هو هذاك النجدين. شو هم النجدين؟ إن شاء الله نتحدث. وليش لسان وشفتين وهديناه النجدين؟ وشو يعني اقتحم العقبة؟ وتفاصيل نكمل
في المرة القادمة إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.